ضمن الخطوات الحثيثة التي تبذلها قيادة الدولة العليا السياسية والعسكرية لبناء جيش وطني يحمي المواطن والوطن وبعيدا عن الولاءات الضيقة، تجري هنا في مقر قيادة اللواء 21 ميكاء بمحافظة شوة عملية تدريب وتأهيل عالية المستوى للملتحقين باللواء. هذا اللواء الذي كان له السبق في الوقوف للشرعية قد أعد عدة دورات وأعد أفراده وأهلهم ليستعدوا وليكون رافدا قويا بجانب زملائهم في بقية القوات المسلحة لتحرير كل شبر بإذن الله عز وجل من أرض هذا الوطن. نحن نقول من هنا أننا سنوصل صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. لا بد من صنعاء وإن طال السفر، لا بد من صنعاء وإن أبى عفاش، لا بد من صنعاء وإن تكبر عبد الملك الحوثي، لا بد من صنعاء وإن طال السفر. قائد اللواء 21 ميكاء بشبوة العميد جحدا حنش، وفي تصريح خاص لقناة سهيل أكد بأن الجيش الوطني منتظر الإشارة من القيادات العسكرية والسياسية لتأدية دوره الوطني. اليوم فعالياتنا هذه في ظل الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش الوطني مع المقاومة الشعبية في جميع الجبهات، سواء في صنعاء أو في اتجاهات تعز أو في اتجاهات الأخرى. وتأتي اليوم فعاليتنا طبعا نفذ مشروع اللي هو الثاني في تخرج المهام الخاصة من أبناء المقاومة الشعبية والقوات المسلحة في 21، ونجاحات باهرة يعني من قبل الأخوة المتدربين الذي حصلوا عليها مقادمة إن شاء الله، ونحن جاهزون ومنتظرين إلا التوجيهات من القيادة العليا. ونأكد لكم صمود القوات المسلحة واللواء الموجودة في جبهة بيحان الشرقية والشمالية أنهم مستعدين مع المواطنين للدفاع عن هذا المنطقة. في أمل كبير في نجاح ودحر العدو من بيحان وحريب وأسيلان والمناطق المجاورة لها. هذه هي نماذج من التدريبات والمشاريع التكتيكية التي ينفذها منتسبي اللواء 21 ميكاء وبالتحديد المشاركين في دورة المهارات القتالية الخاصة. تدريبات تصب بمجملها في رفع درجة احترافية الأفراد وبما يضمن تنفيذ المهام المناطة بهم بكل اقتدار وبأقل الخسائر. فقطرة عرق في الميدان تقي قطرات الدماء في أرض المعركة. حقيقة ما شاهدناها اليوم في اللواء 21 ميكانيك، هذا اللواء البطل الذي له تاريخ مستمر في النضال الوطني، إن هذا الوجيه الذي شاهدناها بهذا المستوى العالي من التدريب وكذلك التقنية العالية، إنها الذي ستحقق النصر وستعيد اليمن أمنه واستقراره. رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي، وتقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها هؤلاء الأبطال أتى لتكريمهم وليعطيهم المزيد من الدافع للسير في معركة الوطن الكبرى والمتمثلة باستعادة الدولة وحماية كرامة المواطنين التي عملت الميليشيا المتمردة على استباحتها. حسن البريكي لقناة سهيل محافظة شبوة.